مرحبا، مثل ما انكم شايفين انا ببيروت. اوكي، هلا واليوم صراحه عندي لقاء مع الاعلامي فراس حليمه على الراديو، فرح نحكي اكيد بمواضيع فنيه، بس الله يستر. طبعا بتعرفوا اسئله فراس هيك صعبه، بس نحن لها. فشو رايكم ترافقوني بهذا اليوم وبهذا اللقاء؟ يلا. وهلا مشينا، طبعا انا بعمل تشيك اوت من اوتيل، رحله اوتيل، بس رايح عند الاستديو اول شيء عشان نعمل اللقاء. وهي وصلنا على اغاني عم بستنى فراس يخلص اللايف تبعه عشان نحن ندخل. دخلت لعند فراس هلا على الاستديو، بس شوفوا قديش حظي حلو. مين هون؟ حبيب قلبي انت، ومبروك على الالبوم، ومستنيين الشغلات اللي جايه ان شاء الله تكون احلى، وان شاء الله ما يكون عذبك فراس. حبيبي. وهي بلشنا الحلقة أنا وفراس، والله يستر. لا كتير لذيذ وسموث، ما أنت بتعرفني حبيبي أنت. طبعا الانتقال لشغلات عم بتصير، بس هي دايما بإطار إنك تعرف عن الشيء. يعني أنا بتذكر بصبحي الفيلز بحلقة رأس الفنانين الرجال،